يمنع دخول الغرز. واكو شغلات ثانيه كمان حتى نحصل السيستم من الاعوزه الموسميه، انه نزيد المناعه. شلون راح نزيد المناعه مالتنا؟ عن طريق تناول بعض الخضروات والفواكه الطازجه المعززه فيتامين سي، نبتعد عن قدر الامكان عن السكريات، لانه احنا تعرفون السكريات تمين تقلل من المناعه. طبعا الانفلونزا هي تكون فيروس، فلذلك يعني الانتي بايوتيك مو كل الحالات ناخذه مضاد للحيوان. بصراحه هنا عندنا الانفلونزا بالعراق يعني دائما